يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أردت أن أقترض مبلغا من أحد الأشخاص لكن ماله مختلط بالحلال والحرام، وأخبرت كذلك بأنه لا يصلي ولست متأكدا من ذلك، هل يجوز لي أن أقترض منه؟ لا مانع من ذلك، ما دام ما تعلم أن هذا المال حرام تقترض، تبيع وتشتري. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود ويشتري منهم وهم يتعاملون بالربا، لأن ما كل أموالهم ربا، عندهم شيء من الحلال. نعم.